الملام أشياء كثيرة جداً. التطور التاريخي للأسف، المجتمعات تحولت من مجتمعات أمومية عبر الزمن إلى مجتمعات أبوية، ثقافة ذكورية سائدة جلست فيها المرأة في البيت بعدما كانت هي رمز الإنتاج، فأصبحت فقط معنية بتربية الأطفال، وانفرد الرجل بقيادة الحروب وقيادة السياسة وقيادة الاقتصاد وقيادة كل شيء. فهنالك تراكمات تاريخية تؤثر في اللاوعي الجمعي بالنسبة للأفراد لا نستطيع أن نتغاضى عنها، وهي بحاجة إلى زمن طويل كي نتمكن من تغييرها في البنى المعرفية والوجدانية بالنسبة للأفراد.